شاركت سعادة رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل بصفتها نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، شاركت في اجتماع برلماني دولي ناقش موضوع الزراعة الأسرية والسياسات التشريعية المرتبطة به. وقد نظم الاجتماع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، منظمة الفاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. وفي نشرة سابقة أكدت الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس أنها ركزت أثناء مشاركتها على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي خاصة أثناء جائحة فيروس كورونا. في فترة انتشار جائحة كورونا تزايد الحديث عن ضرورة الأمن الغذائي في مختلف مجالاته. ركزت في مشاركتي في هذا الاجتماع واللي عقد على مدة يومين على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في مختلف البلدان في هذه الفترة، وهذه طبعا واجب يتطلب تعاون وتنسيق مستمر بين البرلمانات والحكومات لزيادة الدعم المالي اللي تقدمه الدول للمبادرات الزراعية، طبعا إلى جانب خفض رسوم الكهرباء والماء على مشاريع الزراعة الأسرية. أبرز نتائج هذا الاجتماع أنه خلص لضرورة أن تعمل البرلمانات لتخصيص ميزانيات لمشاريع دعم الزراعة الأسرية. لله الحمد في البحرين محظوظين بوجود قيادة مؤمنة بالبحرين الخضراء، ذلك طبعا يتجسد من خلال المبادرة الرائدة اللي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك لحماية القطاع الزراعي وتحقيق التوازن بين الحاجة للأراضي الزراعية والتطور العمراني اللي تشهده مملكة البحرين.